صدمة جديدة في صفوف حزب الإنصاف وأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان قبيل الانتخابات المقررة فبراير المقبل. لجنة الانتخابات تقرر رفض أوراق ترشح رئيس الوزراء السابق والعديد من كبار قادة حزبه لأسباب قضائية وإجرائية. وفيما يعتزم حزب الإنصاف الطعن ضد حرمان قادته من الترشح أمام لجان التحكيم الانتخابية والقضاء الأعلى، فقد اعتبر الحزب أن ما يجري عملية تزوير استباقية. لقد تم رفض أوراق ترشحي كما هو الحال مع كبار قادة حزب الإنصاف دون سبب منطقي، وإنما فقط لتمهيد الطريق لتولي نواز شريف رئاسة الوزراء بأي طريقة. إذن فما الداعي للانتخابات؟ نحن سنذهب إلى محكمة الشعب وإلى القضاء للوقوف ضد هذه القرارات. حزب الإنصاف انتقد أداء لجنة الانتخابات في ظل ما وصف بالمعاملة التفضيلية لأحزاب أخرى وقبول أوراق مرشحيها بالرغم من وجود قضايا ضدهم، فيما اتهمت أحزاب مناوئة حزب الإنصاف بمحاولة التهرب من الانتخابات. لقد قدم حزب الإنصاف أكبر عدد من المترشحين دون عوائق، فكيف يزعم عدم وجود تكافؤ في الفرص؟ إنهم يريدون التهرب من الهزيمة بالحديث عن وجود عراقيل أمامهم. ويواجه حزب الإنصاف تحديا آخر، حيث قدمت لجنة الانتخابات طعنا ضد قرار محكمة في بيشاور بتعليق قرارها حرمان الحزب من رمزه الانتخابي وبطلان انتخاباته الداخلية، الأمر الذي قد يلقي بظلال على حظوظ الحزب في الانتخابات. حزب الإنصاف يواجه مشكلة كبيرة في تخطي هذه العقبات القضائية والدستورية، ولكن حتى في حالة أن تخطى هذه العقبات ورغم شعبيته في الشارع الباكستاني قد لا يحقق ما ربما يصبو إليه مؤيديه من هذا الحزب بالحصول على مقاعد كبيرة جدا. وفي ظل انتقادات وجهت لها، أكدت لجنة الانتخابات استقبال الطعون ضد أوراق المترشحين مؤكدة على حيادها، كما استمرار العمل بجدول الانتخابات كما هو مقرر وفق القوانين واللوائح الانتخابية. في الوقت الذي يحذر فيه مراقبون من أن حرمان قادة وحزب رئيس الوزراء السابق عمران خان من الترشح قد يضر بنزاهة العملية الانتخابية، يعول حزب الإنصاف على القضاء الأعلى لخوض الانتخابات المقبلة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. عبد الرحمن مزيني، العربية، إسلام أباد. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.